سب الوقت وقبح الزمن وذم الدهر فقد سب الفاعل وهو الله تعالى. فالأيام والسنون ليست محلا للسب والتقبيح، لأنها ليست هي التي أوجدت ما يكرهه الساب، وإنما هي من مخلوقات الله تعالى ومفعولاته. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل على النهار. وفي رواية لمسلم: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، والمراد فأنا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه بإرادته سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن سب الوقت وقبح الأيام والشهور والسنين فقد آذى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه الذي أوجد ما يكرهه العبد ويتألم به، والله تعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. فالأذية لله ثابتة لأن الله أثبتها لنفسه كما في الحديثين السابقين، وفي قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولكنها ليست كأذية المخلوق، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأذية وإن كانت ثابتة لله تعالى فإنه سبحانه لا يتضرر بذلك، لأن الله تعالى لا يضره شيء. قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. والواجب على أهل الإيمان حسن الظن بالله إذا أصابهم ما يكرهون، وأن يحمدوا الله على كل حال ويرضوا بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابهم إنما بسبب الذنوب والمعاصي، وعليهم أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة ويصبروا على ما حل بهم من مصائب ويحتسبوا أجرها عند الله تعالى.